أبتي. جدي معه جدتي، ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة. جدتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار، وتعين جدي في الحمل، تحلب معه أبطال. شكرا 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 أحبائي، مرحبا بكم، كن فرحانين لكم هنا. نعم. شفتوا هذه المزرعة الجميلة؟ جميلة المزرعة؟ نعم. إذن أحبائي، عمو يزيد جد سعيد اللي راكم متواجدين هنا معه في هذه المزرعة الجميلة، حبينا حصة مع عمو يزيد في الصعيفة في العطلة. نعم. تكون عندها حلة مختلفة، حلة مختلفة في هذه المزرعة الجميلة. خرجنا من الأستوديو باش نوريكم شوية الطبيعة، شوية الحيوانات، شوية النباتات، شوية الزراعة، ونتكلموا حتى الفقرات تكون متأقلمة على بالنسبة لهذه الفترة هذه، وبالنسبة للزراعة والحيوانات، وكمان في كل مرة نكتشفوا حاجة جديدة. نعم. وانتم يا أحبائي إذا كنتم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كيما هاد الأصدقاء اللي راهم هنا، ما عليكم إلى توجهوا الموقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي، لما تشاركوا للحضور شوية على الصبر، لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد راح يتصل بكم حتما باش تحضروا معنا في الحصة، ولكن شوية على الصبر أحبائي. يا أخي أحبائي، في بداية كل حصة نستقبلوا بريد أصدقائنا الأطفال اللي يرسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكون اللي جبنا البريد؟ ساعي البريد. ساعي البريد. إذا استقبلوا معايا عبد الرؤوف ساعي البريد. تفضل ولدي، أروح، تعال 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 ولدي، أروح. تعال تعال ولدي، أروح. أروح. واسمك ولدي؟ عبد الرؤوف ساعي البريد الجميل الصغير، صديق عمو يزيد. واش جبتنا عبد الرؤوف؟ رسائل الأطفال. نعم. شكرا. إذا ضعها في علبة البريد باش عمو يزيد يقراها للأطفال من بعد. روح ديرها في علبة البريد ولدي. برافو برافو برافو. إذا الرسائل تاعكم راح تكون في علبة البريد اللي جابها عبد الرؤوف ساعي البريد، باش من بعد عمو يزيد يقراها لكم هنا. شكرا عبد الرؤوف. شكرا 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 شكرا. احبائي، كنا في الحصه اللي فاتت كنا تكلمنا على في هذيك الفتره كان اول محرم. واش يجي مباشره بعد اول محرم؟ عاشوراء. برافو. في هذه الفتره هذه عيد عاشوراء. شكون يعرف عيد عاشوراء نسبه لمن ولا نسبه لاي حادثه؟ عيد عاشوراء تعرفوا نسبه لمن؟ ونسبه لسيدنا موسى لما نجاه الله من فرعون بحادثة شق البحر، تعرفوها؟ نعم. برافو. إذن يوم عاشوراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم نحن أولى بموسى، إذن لا نفرق بين أحد من رسله. يا أحباء، رسل نمن بقاع الرسل اللي بعثهم ربي سبحانه وتعالى. إذن سيدنا موسى حادثة شق البحر هي ذكرى عاشوراء، والرسول صلى الله عليه وسلم من السنة أنه قال للمسلمين أولى بموسى ولازم يحتفلوا بهذه الحادثة اللي ربي سبحانه وتعالى نجى نبيه موسى من فرعون بحادثة شق البحر. أحبائي، يوم 20 أوت. نعم. وش كاين يوم 20 أوت؟ ذكرى مؤتمر مؤتمر الصمام. أحبائي، يوم 20 أوت أي سنة؟ 1956. لأنه 20 أوت 1955 هي ذكرى هجوم شمال القسنطيني. نعم. إذن هي ذكرى مزدوجة واسمها يوم المجاهد. إذن 20 أوت في الجزائر هي يوم المجاهد. يوم المجاهد ذكرى مزدوجة، ذكرى لمؤتمر صمام 20 أوت 1956، وذكرى ل 20 أوت 1955 هجوم الشمال القسنطيني، وين جيش التحرير أعطى لفرنسا المحتلة درس
كبير 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 في الكفاح والجهاد أحبائي. كين كذلك يوم 19 أوت اليوم العالمي للتعاون الإنساني. أبلكم أحبائي بلي الإنسان لازم يتعاون. شفتوا بالمرات تكون حادثة ما، زلزال ولا طوفان ولا في أي بلد، واش تلاحظوا؟ تلاحظوا أن الدول تبعث المساعدات. يا أخي أحبائي شفتوا، حتى الجزائر السباقة تبعث دائما مساعدات إنسانية للدول اللي تحل بها مصاعب كما هادو، إما زلزال أو طوفان، لأنه التعاون الإنساني مهم جدا، وحنا الجزائريين والمسلمين سباقين لهذا الشيء. أنا حبيت مدام رانا في هذه الذكرى الجميلة، ذكرى 20 أوتو كامل، حبيت نبدأ الحصة بأغنية جميلة اللي هي أغنية العلم. تغنوا معايا أغنية العلم أحبائي؟ نعم. هذه الأغنية قول فيها علم الجزائر يا رفيع الشان، رفرف وأشرق. تغنوا معايا؟ إذن يلا كملوا معايا علم الجزائر. عالم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان. عالم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان. في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في هلالك المرجان فوق الإدارة الشوامخ للعلا، وعلى قلاع جندنا الشجعان تشعل الكواكب لامعا متلألئا، وعلى الصخور ذاته العقبان يا ضوء بصيرتي ونور بصيرتي، يا عز نفسي وهوى وجداني، لو سخرن لك الجوارح كلها ولاخدمنك خدمة العبدان. علم الجزائر، علم الجزائر، علم الجزائر. علم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان. عالم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان. في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في هلالك المرجان فوق الإدارة الشوامخ للعلا، وعلى قلاع جندنا الشجعان تشعل الكواكب لامعا متلألئا، وعلى الصخور ذاته العقبان يا ضوء بصيرتي ونور بصيرتي، يا عز نفسي وهوى وجداني، لو سخرن لك الجوارح كلها ولاخدمنك خدمة العبدان. علم الجزائر، علم الجزائر، علم الجزائر. برافو 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 أحبائي، برافو. علم الجزائر أحبائي، الوطن لنا الجزائر، نحبوا الجزائر كامل يا أحبائي، كما ضحاوا عليها جدودنا بالنفس والنفيس أحبائي. بما أننا في هذه المناسبة عيد عاشوراء، سؤال اليوم يقول، تحبوا الألغاز؟ إذا نروحوا للألغاز. لغز اليوم يقول: سيدنا موسى كان له أخ ونبي كذلك في نفس الوقت، ما اسمه؟ أعيد السؤال: من هو النبي أخ سيدنا موسى؟ فكروا لغاية نهاية الحصة، انتم أصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على هذا السؤال بالتوجه للموقع عمويزيد.com، بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. Oh,
والشاطر يعطينا الحل. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد عرفتوا السؤال؟ نعم. إذن فكروا معليش لغاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا وإحنا نروحوا دركا مع دنيا العلالي نكتشفوا حيوان اليوم. في كل مرة نكتشفوا حيوان اليوم حيوان جميل يعطينا العسل. واسمه الحيوان؟ النحلة. إذن تفضلي دنيا بنتي تفضلي تفضلي. إذن تصفيقة تصفيقة يا دنيا العلالي بنتي تفضلي تفضلي بنتي تفضلي تفضلي في فقرة حيوان اليوم. مرحبا يا أطفال. مرحبا. النحلة. النحلة تعد النحلة من أشهر الحشرات الطائرة وهي من الحشرات النافعة التي لها العديد من الفوائد. يوجد أكثر من 20,000 نوع من النحل. يتواجد النحل على شكل مجتمعات تسمى بمملكة النحل. يتخاطب النحل فيما بينه بوسيلة خاصة وهي الرقص. يتكون جسم النحل من 3 أجزاء وهي الرأس الصدر والبطن. ولها 5 عيون وقرنا استشعاريا وإبرة توجد عند إناث النحل فقط للدفاع عن نفسها. غذاؤها الأساسي هو رحيق الأزهار وحبوب الطلع والذي يتم تطويره إلى العسل. يحتوي عسل النحل على فوائد عظيمة وعناصر مغذية ومفيدة لجسم الإنسان. برافو 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 بنتي برافو دنيا برافو برافو. النحلة عمو يزيد لكم مفاجأة جميلة في أغنية اليوم. هي أغنية النحلة. تغنوا معي النحلة؟ يلا كمل معي نغنوا حطت نحلة. يلا فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى. شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. زارت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر. زارت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر. قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح. أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى. شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. زارت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر.
كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال حطت نحلة فوق الزهر شربت من مبسمها قطرة أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة برافو 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 أحبائي برافو برافو تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم إذا نروحوا دركا مع مونينوز لجنم الجزائر العاصمة في ألعاب الخفة أحبائي يلا تصفيقة 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 على مونينوز أحبائي تصفيقة 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 Thank you.
برافو 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 عموني نوز، عجبتكم على عبر خفا؟ نعم. احبائي نروحوا دركا مع دعاء العلالي نكتشفوا معلومه في فقره هل تعلم. اذا تصفيقه تصفيق على دعاء. بنتي تفضلي تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. مرحبا يا اطفال. مرحبا. هل تعلم ان ظاهرة البرق تمد التربة الزراعية بغاز النيتروجين المفيد للتربة والنباتات الزراعية؟ برافو 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 برافو. اذا احبائي ظاهرة البرق تمد التربة بغاز النيتروجين المهم جدا في الزراعة. اذا ربي سبحانه وتعالى عنده حكمة في كل شيء. يا اخي احبائي. احبائي تحبوا الحكايات؟ نعم. عمو يزيد الثاني يحب الحكايات. اليوم راح نحكي لكم هذه الحكايه شحال شابه، هي حكايه عصفوره الثلج. يلا. اذا احبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكايه عصفوره الثلج. واحد النهار خرجت واحد العصفوره تحوس على القمح الماكله لاولادها، قعدت تمشي تمشي تمشي، وفي هذيك البلاصه كان الثلج كامل ما كانش بزاف الماكله. قعدت تمشي صابت واحد الطفل رافد كيس تاع القمح فوق واحد الحمار هكذا ويمشوا، فرحت قالت انا نروح عنده هذا الطفل هذا باينه بلي يكون ناس ملاح وعاقل دوك يعطيني شويه تاع القمح لولادي. رحت لعنده كي رحت لعنده قالت له اعطيني شويه قمح لولادي، ما حبش يعطي لها. قالها لا لا ما نعطيلكش. حتى الحمار هذاك تفاجأ قال له اعطي لها. قال له ما تسحقش بزاف غير شويه تاع القمح اعطيه لها. قال له لا لا ما نعطيلهاش. وقعدت تمشي معهم ويمشوا هي تمشي معهم وتحلل فيهم، اعطوني شويه تاع القمح لولادي ما عنديش واش ياكلوا، ما صبش والثلج وكامل ما صبناش كاع الماكله والو. هذاك الطفل هذاك ما حبش كاع يعطي لها. قعدت تمشي معهم تمشي هو يقول له لا لا ما نعطيلهاش ما نعطيلهاش. من بعد كان البرد، وعبالكم في البرد كاين اماكن اللي تتجمد، يعني تكون ماء، هي تكون بحيرات ولا انهار وتتجمد. كي قعدت تمشي موراهم هما جاو فوق واحد المكان هكذا هما ما على بالهمش، ولكن هي بحيره مجمده ولكنها ما كانش صحيحه بزاف. كي قعدوا جات تجري هكذا تهضر معاهم، هي عن بالهم راح تقول لهم اعطوني القمح. هي جات قالت له بالك بالك، قالها روحي انا ما نعطيلكش كاع القمح. قالت له بصح بالك راك فوق بحيره مجمده وكان تقعد هكذا بالثقل هذا تاع القمح وكامل دوك تطيح بكم. قالها روحي روحي انت حمقاء ما تعرفي والو. راحت تجري عند الحمار قالت له رد بالك راكم فوق بحيره دوك وكان تكملوا هكذا تطيح بكم. هذاك الولد قال له هذه ما تفهم والو، هذه ما حبش تروح. ومن بعد كما كان الحال هذاك الولد كرفد هذاك الكيس تاع القمح باش يحطه، طاح في الماء هذيك البحيره تكسرت وطاح في الماء وقعد راح تجري هي عند الحمار قالت له زرب زرب سلك ورا وراح يطيح وما شافوش هذاك الحمار. اذا سلكوا جبدوه هكذا وسلكوا وراحوا راحوا رجعوا للبلده تاعهم والعصفوره معاهم. كي رجعوا عند ام هذاك الطفل حكاوا لها قالوا لها هذه العصفوره كانت تتبع فينا وكامل وما حبتش ما حبيناش نعطوا لها بصح هي جات سلكتنا قالت لنا بالك وحنا ما خدينا لهاش الراي ومن بعد سلكني الحمار باش سلكت. قالت له شفت يا وليدي قالت له كان عطيتها حبات القمح هذوك من الاول مشي خير. اي قال لها اي ما سمحي لي انا كنت اناني وكامل. حكمتها هذيك الام تاعو وعطاتها كاع واش تحتاج من القمح وقالت لها كل ما تحتاجي القمح روحي لعندنا حنا نعطوا لك القمح. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمة من هذه القصة هي أن الإنسان لابد أن يرفق بالحيوان والطيور وأن يعطف عليهم إذا استطاع. برافو 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 برافو. أحبائي الرفق بالحيوانات والطيور كاع الحيوانات يجب الرفق بهم. أحبائي بالمرات تعطي الكلب يشرب الماء ولا القطة تشرب الماء ولا هذا أجر كبير، يعني حاجة كبيرة كبيرة أنت ما تردش بالك ولكنك تعمل خير كبير. الرفق بالحيوانات خلقهم ربي سبحانه باش يعيشوا مرتاحين كذلك يا احبائي. يا اخي عجبتكم الحكايه؟ نعم.
يلا أحبائي، كما شفنا في الحكاية الرفق بالحيوان، يا أخي أحبائي الإنسان لازم يرفق بالحيوان، يعطي له يشرب، يعطي له يأكل، يتهلى فيه، ما يضربوش. وش به الأرنب؟ نطلقوا الأرنب يروح، خليه هي أي اذهب، خليه يروح طليق. إذن أحبائي يجب الرفق بالحيوان. وش رأيكم نروحوا دركا مع بنتي خلود مداس نتعرفوا على مدينة جزائرية اليوم، مدينة برج بوعريريش، وتحياتنا لكل سكان برج بوعريريش. تفضلي بنتي، تفضلي. مرحبا بكم يا أطفال. مرحبا. مدينة برج بوعريريش تلقب بعاصمة البيبان، اختلفت أصول تسميتها، تقع في الشرق الجزائري، يحدها من الشمال بجاية ومن الجنوب المسيلة، أما من الشرق ولاية سطيف، أما غربا ولاية البويرة. تقدر مساحة برج بوعريريج ب 4115 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 628475 نسمة، وتضم 10 دوائر و34 بلدية. تتميز بثروة غابية هامة ونباتات مثل الشيح، الحلفاء والديس، إضافة إلى سد عين زادة، حيث يستغل هذا السد في سقي الأراضي الفلاحية للمدينة. توجد ببرج بوعريريج عدة معالم أثرية نذكر منها زمورة، بالإضافة إلى الحمامات المعدنية مثل حمام البيبان وحمام إيبينان. شكرا شكرا شكرا، برافو بنتي برافو. إذن تحياتنا لكل سكان ولاية برج بوعريريج الجميلة الجميلة الجميلة. أحبائي الحقنا درك الفقرة اضحك معنا. كل اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد. تعال وليدي أروح، تعال تفضل وليدي اقعد. واسمك وليدي؟ فارس. فارس شحال في عمرك فارس؟ ثمانية. ثمانية أيام؟ ثمانية. ثمانية ثمانية شهور؟ ثمانية واش؟ ثمان عوام. ثمان سنين يعني. برافو وليدي برافو. احكي لي النكتة تاعك وليدي. قال لك واحد اسمه نادر، تزوج بامرأة اسمها نادرة، وسماوه سماوه معرف الانقراض. وليدهم كي زاد عندهم. برافو 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 برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ تعال أروح أروح تعال يلا. واسمك وليدي؟ أكسيل. أسيل؟ أكسيل. أكسيل الله يبارك. شحال في عمرك أكسيل؟ تسعة. تسع أيام؟ تسع سنوات. تسع سنوات الله يبارك. شاطر في الدراسة؟ نعم. برافو. أعطيني نكتة تاعك وليدي. واحدة واسمها صوفي تزوجت مع واحد واسمه ستيكي، جابوا طفل سماوه صوفي ستيكي. صوفي وهو اسمه ستيكي. ستيكي جابوا طفل كيف سماوه؟ صوفي ستيكي. صوفي ستيكي. برافو برافو برافو. يلا تعال وليدي اروح، تعال اقعد وليدي. واسمك؟ ياسين. ياسين شحال في عمرك ياسين؟ 11 سنة. شاطر في الدراسة؟ نعم. الله يبارك. حكينا نكتة تاعك وليدي. إذا أردت أن تحلق في السماء فأنت مجنون، لأن لا يوجد حلق في السماء. آه باش تحلق يعني تحفف شعرك. حلق. برافو برافو برافو. لا تستطيع التحليق في السماء لأنه لا يوجد حلق. برافو برافو. أحبائي الحقنا درك فقرة الرسائل، رسائلكم اللي تبعتهم لنا عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com، بالضغط على زرار اراء وملاحظات باش عمو يزيد يقراهم هنا. اذا عمو بيمبو جبنا رسائل اصدقائنا الاطفال باش عمو يزيد يقراهم لكم هنا، وانتم يا احبائي على بالكم واش ديروا باش عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم هنا. شكرا، تحيه تحيه لعمو بيمبو. برافو. الرساله الاولى، طلب ملكة 10 سنوات، مدينة برج البحري، قالت لك شكرا عمو يزيد على هذه الحصة الجميلة. برافو بنتي، عمو يزيد يحبكم كذلك، ولا شكر على واجب، بالعكس
احنا نحب اطفالنا يكونوا دائما مرتاحين ومتألقين. رسالة المولية. وعمر يمينة 8 سنوات ومحمد خوها 6 سنوات من الجزائر، قال لك انا قلت لكم يمينة انا واخي محمد نحب حصة مع عمو يزيد كثيرا، ونحب الأطفال الذين يشاركون معك الحصة في الحصة. شكرا على قبول رسالتي أنا وأخي. إذن وعمر يمينة وأخوها محمد نحبهم احنا تاني، وإن شاء الله نستضيفهم عن قريب. الرسالة الموالية. بالراشد يحيى 8 سنوات مدينة تجلبين ولاية بومرداس. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير عمو يزيد. أنا يحيى بن راشد من تجلبين ولاية بومرداس، أود أن أشكرك على الحصة التي تقدمها، وأشكرك أيضا على اهتمامك بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا أحبك يا عمو يزيد، ونتفرج الحصة نتاعك كامل. ودائما أمنيتي أن أكون معك في الأستوديو، نحبك. أقدم تحياتي إلى أبي وأمي وأخي عمر وأختي ريتاج يا عمو يزيد. شكرا يا حيا براشد. عمو يزيد ثاني حبك بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله تجي تشارك معنا في الاستوديو كما اليوم. الرسالة الموالية. العايش محمد بدر الدين 10 سنوات مدينة رقان يا احبائي، قال لكم حصة روعة، انا احب عمو يزيد كثيرا. شكرا للعايش محمد بدر الدين ولدي، وتحياتنا لكل سكان مدينة وولاية رقان. الرسالة الموالية. إدريس مروة 9 سنوات مدينة القليعة ولاية تيبازا، قلت لكم السلام عليكم، أحب حصة مع عمو يزيد وأريد المشاركة وشكرا. إذا شكرا إدريس مروة بنتي، إن شاء الله نستضيفك عن قريب عن قريب عن قريب. الحقنا درك أحبائي للجواب عن اللغز. اللغز قال: من هو النبي أخ سيدنا موسى؟ شكون اللي يعرفو؟ تعالي بنتي روحي. واسمك بنتي؟ دانيا. دانيا الشابة بنتي، شحال في عمرك دانيا؟ 11 سنة. 11 سنة، شحال جبتي معدل بنتي؟ 16.28. 16.28، الله يبارك، الله يبارك بنتي. من هو النبي أخ سيدنا موسى؟ سيدنا هارون. سيدنا هارون، برافو بنتي، برافو برافو برافو. إذن سيدنا هارون هو أخ سيدنا موسى. طلب سيدنا موسى من ربي سبحانه أن يأتي معه أخوه هارون إلى فرعون، هل بالكم علاش؟ لأنه كان أفصح لسانا منه. أعطيه الهدية تاعها. إذن بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية، هذه إن شاء الله تستفادي بها في هذه الهدية في هذا الحصان مزرعة مع عمو يزيد، وإن شاء الله يا أحبائي تكونوا دائما دائما شاطرين. شكرا. العفو بنتي العفو، تفضلي 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 تفضلي. أحبائي في كل حصة يكون معنا طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده. اليوم عندنا عيد ميلاد عبد الله، تعال وليدي عبد الله، أصدقائنا روحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو وحنا نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد. تعال تعال تعال. أروح وليدي. هك فرحان عبد الله؟ نعم. فرحان بزاف ولا غير شويه؟ بزاف. شحال بزاف؟ بزاف. قد السماء ولا قد البحر؟ قد السماء ولا قد البحر؟ قد البحر. قد البحر، بالك السماء كبيره على البحر ولا البحر كبير على السماء؟ يلا نغنوا لعبد الله عيد ميلادك احلى عيد. يلا يا ركاب ركاب الاطفال. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد. الله يبارك فيك ويزيد ويقول لك عيد ميلاد سعيد. من هديتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح.
نزهة نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات نزهة نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو 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 اذا عمو يزيد يشعل لك الشمعه ديروا معايا العد التنازلي لعبد الله اذا 6 5 زوج 1 طفي الشمعه طفي 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 برافو برافو اذا عبد الله اعطيني الشهاده تاعو اذا عبد الله عمو يزيد يعطيك هذه الشهاده هي شهاده تصوير انجح تصوير حصة مع عمو يزيد وانتم يا احبائي كل واحد فيكم راح يتلقى الشهادة هكذا باسمه باش يحتفظ بها كذكرى لتصويره حصة مع عمو يزيد وعبد الله بما انك راسلتنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة راك فرحان شحال راك فرحان بزاف قد السماء قد البحر قد البحر قد البحر برافو 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 اذا هاي لك انا الهدية تاعك وانا ما بخلي الا نقول لكم استنونا في نفس التوقيت احبائي نحبكم بزاف 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 سلام لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا احببناكم سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد